اتكلمنا عن الكوره بشكل جيد، ولكن الطبع بيحكم يعني ان انا في مكان لازم بس اقول شويه ملاحظات الناس برضو تفهم منها حاجه. اللي احنا فيه ده شاطئ عام، يعني حضراتكم ده شاطئ الناس بتنزل فيه مجاني بتاع كل حاجه فيه ظريفه. ابتدى يتزحم جدا، ناس قاعدة عادية لطيفة، في جنبيها حاجات للقمامة، ما يخلصوا يرموا الحاجة جواه، بياخدوا بالهم، هدوء، مفيش دوشة، محدش بينده على عيال. يعني ملاحظة بس مهمة بقول لحضراتكم برضو، انه درجة الحرارة هنا فظيعة. نتكلم النهاردة في مثلا 36-35، بكرة اكتر، في ايام تانية اسوأ واسوأ. الرطوبة غير عادية، يعني حضراتكم احنا كل شوية بنغير تيشيرت عشان الرطوبة، لكن في النهاية هي منطقة جميلة. نتكلم شوية عن المنطقة اللي احنا فيها. احنا من المناطق اللي كانت فيما يسمى اللي عندنا النوستالجيا بتاعتها الأندلس، أندلسية، دي جزء من أندلسية، وطبعا راحت مع اللي راح في الأندلس، يعني ده موضوع تاريخي نبقى نتكلم فيه بعدين. إنما ابتديت أفهم إنه لا، الناس هنا عندهم أنشطة مهمة جدا، عندهم أنشطة سياحية، بعض القلاع القديمة. على فكرة المدينة ديت كانت من المدن اللي هتلر جابها على الأرض وقت الحرب العالمية الثانية. فأنا حسيب برضو حضراتكم تشوفوا أجزاء من المدينة ديت، تاريخها عامل إزاي، القلاع اللي موجودة فيها. امبارح كنا موجودين في مينا او مارينا. على فكرة احنا لسه في بلاد كثيرة ما استخدمناش المارينات. يعني المارينا اللي رحتها امبارح دي هو اصل هو ما عملش حاجة، هي المارينا ديت على البحر في مراكب. المحلات والحالة اللي موجودة والنايت لايف اللي موجود والسياحة اللي موجودة في المارينا ديت غير طبيعية. يعني هو ما عملش حاجة الراجل، هي المراكب واقفة، الناس بتتمشى، فاتفتحت كافيهات ومطاعم ونايت كلابز وبارات، عندهم هنا بارات يعني. مهم يعني، فالأماكن اللي موجودة ديت عاملة حالة رواج جميل. بالليل كنت موجود، كانت البلد صحية زحمة. عاملين حاجة تانية بقى غريبة جدا ما كنتش متخيلها، ان هم هنا عاملين مدينة خاصة لتصوير افلام الكاوبوي. تعرفين افلام الكاوبوي ديت لازم تبقى صحراء كده وبيوت غريبه، ويقف الراجل الجرينجو ده يطلع المسدس. عاملين مدينه عشان اللي عايز يصور فيلم كاوبوي يجي يصور فيلم كاوبوي. يعني الناس بتحاول تشوف طرق انه يبقى فيها دخل، يبقى فيها اتراكشن. طبعا الناس اللي بتيجي تصور افلام الكاوبوي دول بيجي هو والستاف، يعني ابسط حاجه. احنا بنتكلم على لما الفرقه ديت طلعت للليجا، في طياره جايه امبارح كانت من مصر. كميه الناس اللي موجوده فيها يمكن ما جوش الماريه في اي طياره قبل كده. فالناس دي جت وقعدت في اوتيل ده نموذج صغير.